زي ما قلت لكم الاهلي النهارده عمل مباراه محترمه جدا قدام الداخليه، صحيح ما قدمش فيها افضل ما عنده، ولكن النادي الاهلي عمل مباراه فيها اداء عملي كبير جدا. انا بسجل هدف اول في الشوط الاول، الهدف الثاني تاخر شويه، كان في فرص ضايعه. الداخليه بصراحه ما كانش عنده غير فرصه واحده بس خطيره على مرمى محمد شناوي، كانت غيرت اتجاهها لما خبطت في رامي ربيعه، بخلاف ذلك ما كانش فيه فرص لنادي الداخليه، وكان متوقع صعود النادي الاهلي الى الدور القادم. من الحاجات المهمه جدا اللي قالها مارسيل كولر النهارده في المؤتمر الصحفي، وانا هسمعكم المؤتمر الصحفي كاملا، انه تحدث عن موضوع تغييراته المتاخره. النهارده اول تغيير لمارسيل كولر في مركز في الدقيقه 80، تحدث عن هذا الامر وقال انه مفيش حاجه في كتب كره القدم بتقول في توقيتات معينه للتغييرات، ادام اللعيبه بتلعب بشكل كويس، ادام الفريق جاهز، ادام الفريق او اللاعبين بيادوا بشكل كويس، هو مش لازم اعمل تغييرات. عشان الناس دايما، هو قال كده، الناس دايما سواء صحفيين او جماهير بيسالوا ليه مارسيل كولر بيتاخر في التدريبات. تعالوا نشوف المؤتمر الصحفي كاملا لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد مباراه الداخليه، ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا. Das ist nicht passiert. Wir haben das zweite noch gemacht und war dann okay. احنا السعوديه طبعا بالتاهل الدور الثاني في الكاس، كان ممكن النتيجه تبقى شكلها المفروض احسن من كده. يعني كان في يعني النتيجه ممكن او نتيجه المباراه كان المفروض شكلها يبقى افضل طبعا للفرص اللي جات لنا. الشوط الاولاني جات لنا فرص كتير قوي، الشوط الثاني برضو فرص كتير جدا بنضيع كتير. في الاخر في الماتشات اللي زي دي كمان بيبقى في خطوره ان انت ممكن تاخد جون بهجمه مرتده يقلب لك الماتش ويعقربه، فاحنا كنا زي ما يكون من صعب الماتش علينا شويه، بس جبنا جون ثاني وخسرنا 2-0 وخلاص. So dass wir nach wie vor dran sind, wir haben da ja auch noch Zeit und wir müssen noch ein bisschen geduldig bleiben. لسه ما انهيناش صفقة المهاجم، لسه بنشوف ومستمرين في الموضوع، وإن شاء الله عندنا وقت لسه إن احنا نخلص الموضوع. احنا لسه بندور على مهاجم، بس الموضوع ده مش مربوط بده. هو مين بيقول ان انا لازم اغير اصلا؟ هل مكتوبه في اي كتاب ان انا لازم اغير اصلا؟ بالظبط بالظبط، طبعا للماتش، طبعا للمواقف في المباراه، طبعا للنتيجه، طبعا للاصابات، لكن ما فيش اي حاجه بتقول في الكوره اني لازم اغير. Muss ich mal früher auswechseln oder vielleicht passt mir mal etwas nicht taktisch und dann wechsle ich früher aus. Aber grundsätzlich habe ich die auf dem Platz stehen, dann das Vertrauen, darum spielen sie auch von Anfang an. الجمهور بيتكلم كتير والصحفيين على موضوع تأخير التغييرات بتاعي ده، وأنا شايفه موضوع غريب جدا، لأن هو كل ماتش ليه ظروفه. من ناحيه انا ببقى واثق في التشكيل وفي الفرقه اللي انا منزلها، واثق في امكانياتهم واثق ان هم يقدروا يرجعوا، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو مش تغيير للتغيير، ومش تغيير وخلاص في الوقت المعين، هي التغيير لما بلاقي ان انا عايز اغير حاجه تكتيكيه، في حاجه شايفها ما بتتعملش كويس، نبهت اكتر من مره عليها، فببدا ادي اللعيب فرصه اتنين ابدا اغيره. فالتغيير مش محطوط له ساعه لازم اغير فيها بالدقيقه، ولا كمان لازم اغير اصلا. كلام مهم من مارسيل كولر، ومهم كمان ان هو نفى فكرة الربط ما بين بقائه أو مصيره في النادي الأهلي بالتعاقد مع مهاجم جديد. والراجل قال إن هو بينظر في مهاجمين جدد وبيختاروا مهاجمين جدد للتعاقد مع أحدهم في الفترة اللي جاية. ده كلام مارسيل كولر. المعلومة اللي عندنا إنه في مهاجمين كتير فعلا بيتعرضوا على النادي الأهلي، وفي كتير قوي بيبصوا على أو بيعرضوا مهاجمين للنادي الأهلي، ولكن الراجل مارسيل كولر عنده اختيارات خاصة جدا جدا، ما بياخدش أي حاجة وخلاص.